إذ أفاد مسؤول أمريكي أن تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان سيتم على مراحل وسيكون مرتبطا بالتزام جماعة طالبان بتعهداتها، وأنه قد يمهد الانسحاب للقوات الأمريكية من أفغانستان. وأضاف أن الولايات المتحدة وجماعة طالبان توصلتا لاتفاق هدنة ينص على خفض العنف، سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا، أي ما يقارب فترة 7 أيام.